لنا اليوم أن نتوقف عن الشعور بالغربة، فكيف نشعر بها وأيوب الوطن حاضر بيننا؟ كيف نشعر بها وأيوب الوطن حاضر بيننا كما كان حاضراً في كل تفاصيل حياتنا الصغيرة والكبيرة من قبل؟ ففي طفولتنا مثلاً، حين كانت أمهاتنا يوقظننا من النوم لتناول طعام الإفطار، تعودنا أن يقدمن لنا طبقاً ممتلئاً بأغانيه الشهية قبل تقديمهن لأطباق الطعام، فتتفتح شهيتنا على أنغامه كوردة برية. كنا نتناول الطعام وكان أيوب يغني لنا، فنتذوق في قرص الخبز سنابل الحقول التي سقتها أغانيه، ونطعم في كاسات الشاي نكهة الصباح الذي تشرق شمسه كأغنية من فمه. كنا نتناول الطعام على أنغام أغانيه بنهم حتى نشبع. نشبع من تناول الإفطار، ولكننا لا نشبع من أغاني أيوب. بعد الانتهاء من تناول الطعام، كانت جداتنا رعاهن الله يقومن باصطحابنا إلى الحقول، إلى حقول القرية من أجل الحصاد، وكان أيوب يرافقنا إلى هناك، وفي الحقل يغني لنا: يا حاملات الشريم والطل فوق الحشائش، معطرات الزنان فوق الصدور الزراكش، هيا سبقين الطيور وغرد في الغباشش، لون حشيش البكور واطون سبل على المحاجش، ومن ندى الغيم رشين قليب والهان عاطش. كبرنا وأدخلنا أباؤنا المدرسة، وهناك كان أيوب أول من يستقبلنا. نقف في طابور المدرسة الصباحي فيغني لنا: رددي أياتها الدنيا نشيدي، رددي وأعيدي. فنردد من خلفه وصوته الشجي يهز قلوبنا، فترفرف كعلم البلاد أعلى سارية المدرسة. كبرنا أكثر وانتقلنا من الريف إلى المدينة، وكان أيوب حاضراً معنا كعادته، يذكرنا بأيامنا الخالية في القرية حتى لا ننساها في زحام المدينة، يذكرنا بتغاريد العصافير حتى لا تتوه أرواحنا في ضجيج السيارات وضوضاء الأسواق. يغني فتنساب السواقي من خيالنا على إسفلت المدينة، تماماً كأغنية تنساب من أوتار عوده. كبرنا أكثر وأصبحنا شباباً بقلوب ضامئة. حينها كان أيوب معنا كما عودنا دائماً، يسقي قلوبنا بالأغاني فتنمو كزهر الأودية، وتفوح منها مشاعرنا كعطر المشاقر في جدائل الراعيات. وحين وقعنا في الحب كان أيوب معلمنا فيه: حبيت ماشي حلمت أو ترأيت ولا تمنيت يا ريت، حبيت يا ناس حبيت وأنا مع الحب في بيت. فقطفنا أغاني الحب كباقة ورد من فمه، أغنية وردة، وقدمناهن هدايا لحبيباتنا. وحين غبنا عنا وشعرنا بالشوق إليهن، كان أيوب إلى جوارنا يغني ويواسينا: مهما يلوعني الحنين شاصبر وراعي لك سنين، وأعطيك كل العمر ما دامك على عهدك أمين. وفي اللقاء كانت حبيباتنا يسألننا كم نحبهن، فيجيب أيوب على شفاهنا: لك أيامي وأشواقي وحنيني، لك آهات فؤادي وشجوني، أنت روحي، أنت ما لملمته من منى العمر وأحلام السنين. كبرنا أكثر وصارت لنا أحلام، منها تكوين أسرة، ومن أجل ذلك قررنا الاقتراب، وكان أيوب كعادته معنا يرافقنا في طريق السفر، يحمل الحقائب معنا ويغني: بالله عليك ومسافر لا لاقيت الحبيب، بلغ سلامي إليه وقل له كم بات غيب. وحين وصلنا إلى المنفى ظل يذكرنا بأحبتنا الذين تركناهم خلفنا، فيعاتبنا نيابة عنهم ويغني: ما شاش مكتوبك ولا الصدارة، قصدي تعود حتى ولو زيارة. فيزيد نار أشواقنا اشتعالا، وحين تنهكنا الغربة ويتعبنا الركض خلف الرزق في شوارع المنفى، يغني لنا: جوال 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 هنا وهناك في عيون طيف أمال. ثم يغني: دايم زماني أنا بين مجفى ومغلايب،
ما ذقت طعمهم سآدة ميال لهم إز من فارق ديارهم حبايب وكيف هناه زادة فنحاول الصمود أمام أغانيه ومقاومة الشعور بالغربة الناتج عنها فيحثنا على العودة ارجع اللي حولك كم دعك تسقيه ورد الربيع ورد الربيع من له سواكي جنيه والزرع أخضر والجهيش بالأحجان فنعود نعود لنتزوج بحبيباتنا فيكون أيوب أول الحاضرين في أفراحنا يزفنا يزفنا عروسنا بين الحلي لو اللواحف تبتلي اتعوذي ألا بسملي محوطة لا تخجلي يزفنا يزفنا إلى باب منزلنا يزفنا إلى باب منزلنا الجديد وحين يأتي الضيوف في اليوم التالي لتهنئتنا يفتح الباب لهم أيوب أي شيء قدره قدر ضيوفي غير تاريخي وأمجاد سيوفي وفي ليالي الحب كان يشعل الشموع لنا ويغني مهنا حبيبي وسط داري يحوم كأن عندي كل ضوء النجوم كبرنا أكثر وصار لنا أولاد وكنا نراهم يكبرون في بلاد غير تلك البلاد الجميلة التي غنى لها أيوب حينها قررنا البحث عن ذلك الوطن الذي عشقناه وعرفناه من خلالها فثرنا ثرنا وحين خرجنا إلى الشوارع كان أيوب في الصفوف الأولى معنا بل كان هو من يقودنا يهتف ويغني هذه يومي أسير في ضحاها ونسير كالضوء خلفه نسير كالضوء خلفه وحين يصيبنا التعب ينعش أرواحنا بأغنية مواكب الزحف نحو المجد زيدينا وثبا إليه وزيدي من تحدينا وذكري متناسينا وناسينا أنا على الدرب لازلنا يمانينا يسقط الشهداء في صفوفنا نشيعهم ويشيعهم أيوب معنا يذكرنا ألا ننسى دمهم ويصدح من حق كل شهيد أكد القسم على الفداء وسقى أرض الكفاح دما ألا نضيع له عهدا ولا ذمما وأن نسير على النهج الذي رسم لنستمر بالثورة في وجه الظالمين لقد كان أيوب حاضرا معنا في كل تفاصيل حياتنا الصغيرة والكبيرة في الحب والثورة في الشوق واللقاء في الغربة والوطن وآن الأوان لأن نبادله الوفاء ونكون معه أحبك يا أيوب أحبك يا أيوب